مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون. من المواقع المحلية، الأطباء اليمنيون يستعدون لمواجهة فيروس كورونا دون ملابس وقائية. الموقع بوست يقول قناة بلقيس تعد لعرض أهم برنامج ساخر خلال شهر رمضان. وفي البي بي سي، عمدة مدينة برشلونة تطالب الحكومة السماح لأطفالها بالخروج من المنزل. إقدام ميليشيا الحوثي على اعتقال وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان تصدر اهتمام المواقع الإخبارية المحلية والصحف العربية، وجميعها حاولت نشر تفاصيل أكثر، لكن ميليشيا الحوثي ككل عملياتها في الاعتقال أو القتل لا تدع مجالا لمعرفة الكثير، فقد أغلقت كل المنافذ. ونطالع من موقع المصدر أونلاين، ميليشيا الحوثي تختطف وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان من منزله في صنعاء. قال الموقع إن ميليشيا الحوثي اختطفت الرويشان من منزله في صنعاء التي لم يغادرها منذ بدء الحرب. وأكد وضاح الرويشان نجل الوزير الحادثة في منشور مقتضب نشره على صفحته بفيسبوك، وقال تم اختطاف الوالد من قبل جماعة الحوثي منذ نصف ساعة دون أن يورد مزيدا من التفاصيل. ولقيت الحادثة ردود فعل واسعة من قبل الناشطين والمسؤولين اليمنيين الذين استنكروا فيها عملية اختطاف الرويشان. وقال مستشار الرئيس اليمني ورئيس الحكومة السابق أحمد بن دغر، قال ارتكب الحوثيون حماقة جديدة باعتقال العملاق الشاعر والأديب ورمز الكلمة الحرة خالد الرويشان، فك الله أسره. وأضاف بن دغر فعلها قبلهم يحيى حميد الدين ونجله أحمد بفتح السجون لأحرار اليمن، لكن السجون لم تمنع قيام الثورة وحدوث التغيير وانبلاج فجر جديد. وأكد بن دغر أنه لا أفق في اليمن اليوم لعبودية جديدة ولو تلفعت بهتانا بلباس الدين. بدوره أدان وزير حقوق الإنسان محمد عسكر بأشد العبارات، أدان قيام ميليشيا الحوثي باعتقال المثقف الجمهوري الأستاذ خالد الرويشان وزير الثقافة الأسبق. رغم أنها إذاعات محلية تعتمد على البرامج المنوعة وتقديم الوصلات الغنائية، إلا أن ميليشيا الحوثي ضاقت بها ونفذت حملة إغلاق لها، بحيث لم تترك غير الإذاعات الداعية إلى الحرب التي تخوضها. وعنوان موقع المشاهد نت الحوثيون يغلقون سمارة. وقال الموقع إن مسلحي الحوثي اقتحموا مبنى إذاعة سمارة FM في محافظة إب، وقاموا بتحطيم ونهب أجهزة البث فيها. قالت الإذاعة في بيان إن مسلحين تابعين لجماعة الحوثي اقتحموا مبنى الإذاعة في إب وقاموا بتحطيم محتوياتها ومصادرة كل أجهزتها وملحقاتها وإغلاق مقرها وبثها نهائيا بحجة عدم وجود ترخيص رسمي للبث. وأضاف البيان أن هذه الإجراءات العبثية الصارمة تأتي امتدادا لمضايقات متواصلة وملاحقة الإذاعات الخاصة في المحافظات. وكانت جماعة الحوثي قد أغلقت مقرات إذاعات يمن ميوزك أو إذاعة يمن ميوزك في إب وذمار، وإذاعة ألوان في إب التي مر على افتتاحها أكثر من 4 سنوات، ومنعها من البث نهائيا بحجة عدم قبول إذاعات خاصة في المحافظات. بماذا كان يحلم الجندي العربي وهو يشق طريقه من قريته نحو الجيش الذي أصبح أحد أفراده؟ كان يحلم بحراسة الوطن وحمايته، لكنه لم يقم بذلك يوما، فأين ذهب؟ هذا ما يقوله باسل طلوزي في مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد. يؤمر الجندي العربي بخوض معركة غامضة لم تكن في حسبانه يوما، تنضاف إلى سلسلة الحروب الغامضة التي خاضها في السنوات الأخيرة على جبهة لم يتدرب عليها حين قرر الالتحاق بالجيش، ما يعني أن ثمة خرقا عميقا أصاب العقيدة العسكرية للجندي العربي منذ وجد نفسه حارسا للأنظمة الحاكمة وليس للوطن ذاته. غادر الجندي قريته وفي ذهنه هدفان لا ثالث لهما، الدفاع عن الوطن ضد أعدائه أو أن تتحقق معجزة ما تضعه في خضم معركة مصيرية لتحرير فلسطين، بوصفها قاسما عربيا مشتركا وبوصف محتلها عدوا واضحا لا لبس في معاداته.
غير أن هذا الجندي وبعد أن تم تدريبه وإعداده لخوض حروب مستقرة عميقا في وجدانه اكتشف أن العقيدة التي تربى عليها ذهبت أدراج الثكنات، وأن الشعارات العالمية التي هتف بها في أثناء هرولته الصباحية تبخرت كلها، حين صار المطلوب منه فعليا أن يكون حارس احتياط للزعيم لا أزيد من ذلك. اتضح الأمر بداية خلال الانقلابات العسكرية التي أعقبت سنوات الاستقلال، فقد وجد الجندي العربي نفسه منخرطا قصرا في انقلابات ضد أعداء لم يكونوا غير رفاق سلاح، ممن تقاسم معهم شرف الجندية وحب الوطن. آنذاك بدأت أول الشروخ في عقيدته العسكرية، ثم تتابعت الشروخ حين وجد نفسه محظى جندي على رقعة شطرنج لا غاية منه ولا من عقيدته ورتبته وزيه العسكري المهيب غير الموت فداء لحياة الزعيم. ثم جاءت الطامة التي أحالت عقيدته كلها إلى إطار صور عتيق، حين وجد نفسه محاربا ضد شعبه العدو في أتون ثورات الربيع العربي، فقد كان مطلوبا منه أن يلعب دور رجل المخابرات والجلاد ليشارك في قمع شعبه وسحق آماله بالتحرر. حدث ذلك في ليبيا ومصر وسوريا واليمن. أما العدو الحقيقي الذي تربى على مواجهته والاستعداد له فلم يعد واضحا البتة، بل من الجيوش العربية ما صار يعد ويهيأ لاحقا لاعتبار هذا العدو حليفا وصديقا. الموقع بوست تابع التحضيرات البرامجية المعدة من قبل القنوات التلفزيونية وركز على واحد من أهم البرامج الجماهيرية، وعنوان الموقع ساخر وحريته مرتفعة. محمد الربع يشرح للموقع بوست خفايا برنامج رئيس الفصل على قناة بلقيس. قال الفنان اليمني الكوميدي محمد الربع إن برنامجه الجديد رئيس الفصل الذي سيبث على قناة بلقيس في شهر رمضان المقبل سيكون مختلفا عن بقية برامجه الساخرة التي قدمها. وأضاف الربع في تصريح للموقع بوست إن البرنامج سيتناول كافة الأحداث السياسية والفاعلين الرئيسيين في الساحة اليمنية بالنقد وكشف الممارسات السلبية للأطراف المؤثرة سواء الداخلية أو الخارجية التي ترتكب انتهاكات بحق اليمنيين. وتابع البرنامج اسمه رئيس الفصل وأنا أقوم بدور الرئيس لطلاب موجودين داخل الصف، حيث يقوم رئيس الفصل بمحاولة تغطية الفراغ كبديل لإضراب المعلمين. اعتبر الفنان الربع البرنامج من أفضل ما أنتجه الفن اليمني الكوميدي في الوقت الحاضر بالنسبة لهذا الشكل من البرامج من ناحية المونتاج والإخراج والعمل، مشيرا إلى أن فريق العمل يضم لبنانيين ومصريين وسوريين، وتوقع أن برنامج رئيس الفصل سيحقق نجاحا كبيرا بسبب سقف الحرية العالي والمتاح لتناول أي موضوع أو قضية. وتحدث الربع عن الصعوبات التي واجهتهم أثناء العمل قائلا إن التصوير جرى في ظروف صعبة جدا في ظل الحجر الصحي من جائحة الوباء العالمي فيروس كورونا، والذي تسبب بتوقف كثير من الأعمال في رمضان. من جانبه قال مدير عام قناة بلقيس أحمد الزرقة إن البرنامج سيكون مع الجميع وضد الكل في الوقت نفسه، قائلا إن البرنامج سيكون الأعلى سقفا بين البرامج اليمنية والاجتماعية الساخرة ويتجاوز كافة الخطوط الحمراء. وحول طبيعة البرنامج والإنتاج للبرنامج أفاد الزرقة بأنه تم بناء استوديو خاص للبرنامج ويعمل فيه طاقم إنتاجي فني كبير، كما تم تخصيص ميزانية إنتاجية هي الأعلى في تاريخ البرامج اليمنية المشابهة. نموذج من عدن، تحت هذا العنوان كتبت أمة الرحمن عارف مقالها المنشور في موقع الصحوانت مضيفة: في حضرة تعدد السلطات وغياب الدولة تأتي الأحداث تباعا في عدن لتوضح حجم الكارثة التي تواجه المدينة. يسقط ضحايا الاشتباه موتى أمام عتبات المستشفيات بعدن، لترتفع الحصيلة إلى 7 ضحايا ممن رفعت قضاياهم إلى الرأي العام، في ظل تعثر واضح ومستمر لكل مشاريع العزل الصحي الذي يجب أن يكون جاهزاً لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بكوفيد-19. وتأتي أرقام الإصابة بمرض المكرفس في عدن لتسجل أكثر من 145 حالة خلال شهر، وتنتشر أمراض الملاريا والضنك وتخلف العشرات من الضحايا خلال الفترة الماضية، ويجد المواطن نفسه وحيداً
يواجه البلاء من كل صوب. هذه النتائج وهذه الإحصائيات أنموذج يكشف ظاهر البنية الخدماتية في عدن، فالخدمات تغيب بصورة روتينية وتستمر معاناة المواطنين بكل الاتجاهات. فمن جهة أخرى يغيب الماء لعدة أيام وربما لأسابيع في بعض المديريات، ويرتفع تعداد ساعات انقطاع الكهرباء بشكل مستمر، وتتعدد الأوجاع بتعدد عناوين هذه الخدمات التي تمثل المصلحة المباشرة للمواطن. تكشف هذه الأزمات جلياً معنى الدولة، وكم نحن بحاجة لهذا الكيان وهذا الظل. هذه الأمراض لا يمكن مواجهتها بالحزام الأمني، ولا يمكن أن يكون حلها في يد ألوية الدعم والإسناد، وإنما نحتاج لحضور مؤسسات الدولة وشراكات حقيقية مع منظمات المجتمع المدني، وحضور حقيقي لشراكة مجتمعية واسعة. وفقا لموقع إخباري، فإن الأطباء اليمنيين يستعدون لمواجهة وباء كورونا دون ملابس وقائية. وعنوان موقع يمن مونيتور في تقرير نشر مؤخرا: رغم ندوب الحرب، مستشفيات اليمن تستعد لمواجهة خطر كورونا. وينقل الموقع عن عبد العزيز قاسم العضو في فريق مكافحة فيروس كورونا بالمستشفى الجمهوري بتعز قوله: توجد الآن حالات قبل وجود وباء كورونا تعجز أن تجد لهم أجهزة تنفس اصطناعي. وأضاف أن الأطباء لا يملكون أي ملابس وقائية وسيكونون خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس. وكنموذج لما تعيشه المحافظة اليمنية، أورد الموقع أن محافظة تعز تمتلك 4 أجهزة تنفس اصطناعي فقط لعلاج ضحايا المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي. من جانبه يقول خليل السعيد نائب مدير المستشفى الجمهوري: إن الجناح المؤقت المخصص لعلاج المصابين بالفيروس خال من الأسرة ولا توجد فيه دورات مياه. وقال خبير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان في وقت سابق: سنواجه جميعا صعوبات في تقديم مستويات ملائمة من العناية الداعمة للناس إذا بدأ المرض في التفشي. وينتقل التقرير للحديث عن مدينة أخرى، حيث أفاد أنه في مستشفى الكويت بصنعاء، حيث يتلقى ممرضون وممرضات قادمون من محافظات أخرى، يتلقون التدريب للعمل بوحدات العناية المركزة في مجال طب الجهاز التنفسي. اصطفت عشرات من اسطوانات الأكسجين التي يكسوها الصدأ استعدادا لتوصيلها بشبكة هواء. وقالت رئيسة التمريض بقسم أمراض الجهاز التنفسي إن 27 جهاز تنفس اصطناعي تحتاج لصيانة بسيطة، وثمانية أجهزة تحتاج للإصلاح. يعيش العالم حالة من الصراع الأخلاقي، حيث أدى ظهور فيروس كورونا واستهدافه بصورة رئيسية كبار السن إلى وجود أصوات تقول إن كبار السن ما دام أنهم قد عاشوا عمرا طويلا فلا مانع من رحيلهم. لكن هذا يواجه بوجهات نظر أخرى، فمن حق الإنسان أن يحظى بكل رعاية بغض النظر عن عمره. الكاتبة الروائية المعروفة لوري غراهام والبالغة من العمر أكثر من 70 عاما تدافع عن ضرورة حصول كل إنسان على الرعاية، وتقول إن جيلها لا يريد أن يموت لأن جيلا آخر أراد ذلك. وقد نشرت صحيفة الغد ترجمة خاصة للمقال. إليكم فكرة مبهجة: كلنا سنموت. بعض أصدقائي أعمارهم لا تقل عن 70 عاما، لكن معظمهم الآن وقد أحصيتهم ليسوا كذلك. ولذلك تخيلوا دهشتي عندما أكتشف كيف أن العديد من جماعة المسنين غير مستعدين للموت. الوصية لم توقع بعد، ودرج الجوارب غير مرتب، وطموحات غير المتحققة متراكمة بطريقة مؤسفة، وصراحة الذعر أيضا. لا يعني هذا التقليل من فضائع الموت بفيروس كورونا، إنه بكل المقاييس صراع حرفيا حتى النفس الأخير. عاجلا أم آجلا سوف ينال منا شيء بعد مليار نبضة. هل من المستغرب أن يتوقف القلب تماما؟ حتى محرك تويوتا لا يدوم إلى الأبد. قد تتوقع من أولئك الذين أصبحوا في أعلى التل أن يكونوا فلسفيين بشأن فرصنا في الوباء الحالي، أن يكون موقفنا شيئا من قبيل: لقد رأيت أحفادي يأتون إلى العالم وقضيت وقتا رائعا بشكل عام، لذلك إذا كان هذا يحمل اسمي معه فليكن. ولكن كلا،
العديد من المسنين المعروفين لي يعتبرون هذا التهديد الأخير لاستمرار وجودهم وقاحة. إنهم من الذين يقولون إذا مت وليس عندما أموت، ولأنهم متشبثون بفكرة خلودهم فإنهم يتركون ما كان يجب أن ينجزوه غير منجز. لقد أصلحوا الأسوار واستمتعوا بكل يوم باعتباره مكافأة وليس استحقاقا. لماذا الكثير من الأشخاص فوق السبعينيات غاضبون من احتمال الموت؟ مؤكد أنه ما يزال لدينا مساهمة نقدمها للمجتمع. قد تكون لدينا مهارات عملية لتمريرها، أشياء مثل قراءة الخرائط أو حساب إكرامية مقبولة لتركها للنادل في مطعم في نيويورك، ولكن إذا كنا سنفعل هذه الأشياء فعلينا أن نتحرك حقا، لأننا لا نعرف متى تأتي الساعة. وقد تكون لدينا أيضا قيمة ترفيهية، لكن العالم سيتدبر أمره بشكل جيد تماما من دون ذكرياتنا وتمثيلياتنا الصغيرة. ظل الأطفال الأسبان داخل منازلهم منذ 14 من مارس آذار في ظل إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن هل أو هذا قد يتغير ويتم التخفيف عن الأطفال؟ وفقا لموقع البي بي سي، فيروس كورونا رئيس الوزراء الإسباني يعد بتخفيف القيود على الأطفال. يهدف القرار الذي اتخذ من قبل رئيس الوزراء إلى تخفيف هذه القيود حتى يتمكن الأطفال من الحصول على بعض الهواء النقي. وكانت عمدة برشلونة أدا كولو ولديها أطفال صغار، ناشدت الحكومة هذا الأسبوع للسماح للأطفال بالخروج من المنزل. وسجلت في إسبانيا أكثر من 20,000 حالة وفاة منذ بداية انتشار الوباء، كما تم تسجيل 200,000 إصابة. ووفقا للموقع البريطاني، فقد أمضى أطفال إسبانيا البالغ عددهم 8 ملايين طفل أمضوا 5 أسابيع محاصرين في منازلهم وسط قلق متزايد بشأن المخاطر على صحتهم، ما جعل ائتلاف حقوق الإنسان الإسباني يحذر من مشاكل نفسية وجسدية للأطفال نتيجة لإجراءات الإغلاق، ودعا إلى السماح للأطفال بالخروج للعب والقيام ببعض الأنشطة البدنية. وفقا لأحد صحفيي جريدة الاندبندنت، فإنه إذا لم تتمكن الحكومة والجهات المسؤولة عن كرة القدم من استعادة المباريات التنافسية في حياتنا وعلى شاشاتنا قريبا، فسيصاب الملايين بالجنون. ولكن كيف يمكن لعب كرة القدم في عصر التباعد الاجتماعي عندما يفترض أن يبقى الناس مترين متباعدين وراء الأبواب المغلقة، مع عزل جميع الفرق عن بعضها البعض في منطقة كرة خالية من المشجعين؟ يتحدث الصحفي عن مجموعة من الأسباب الموضوعية التي تجعل من إمكانية المواءمة بين تدابير الوقاية من انتشار الوباء في الملاعب والصالات الرياضية وقواعد وشروط هذه اللعبة أمرا غير ممكن. الأمر سيتطلب تعديلات لأجزاء لا تتجزأ من قواعد هذه اللعبة، إذ كيف يمكن مثلا التعامل مع الحفاظ على مسافة مترين بين كل لاعب وآخر؟ أو كيف يمكن مع هذه المسافة عمل جدران صد عند الركلات الحرة دون أن تكون هناك ثغرات كبيرة؟ ولتوضيح تلك الصعوبات أكثر، يقول الكاتب: لا احتفالات بالهدف المناسب عندما يسجل هدف الدقيقة 89، ولن يكون هناك أي مشجعين على أي حال. الأمر إذن ليس سهلا كما يبدو. لهذا السبب يقول الكاتب: نحب كرة القدم، نريد عودتها مرة أخرى، ولكن أعتقد أن من الأفضل أن نعتاد على فكرة أو على فكرة أن هذا لن يكون في أي وقت قريب. أعلنت مؤسسة ووردبريس فوتو نتائج مسابقة الصور السنوية 63، حيث حصلت الصور على جوائز مختلفة. صحيفة الغارديان تلقي نظرة على مجموعة مختارة من الصور هذا العام، نتابع.
عدد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة لهذا اليوم. بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقاتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.